لم يكن مجرد نداء في السماء، بل وصفة للعلاج. 50 عاما قبل هذا الشعار، كانت كل الشعارات تزيد هذا الوطن العليل مرضا على مرضه. وعندما كان شباب الربيع يشخصون المرض، كان الترياق الذي اهتدوا إليه هو هذا: السلمية. بصدور عارية وأيد فارغة إلا من قبضة حرية، واجهوا ترسانة الموت المكدس طوال عقود، تلك الترسانة التي ما قتلت يوما ذبابة ولا ربحت معركة على الحدود، الجهة التي كان من المفترض أن يأتي العدو من قبلها، كما كذبت علينا كتب التاريخ وأغاني الإذاعات. بين كل ثورات الربيع كانت الثورة اليمنية جدا مختلفة، إذ أن شعار السلمية هذا ما كان له أن يحقق شيئا في مواجهة تاريخ من العنف وعصابة خارجة عن القانون تقف على رأس السلطة، فيما يبقى الحديث عن الدولة وجيش وطني ترفا غير منطقي بالنظر إلى ما هو قائم فعلا. في مجتمع يوصف بأنه برميل بارود يخشى الجميع انفجاره، شعب مسلح كأنه يعد نفسه لمعركة ينتظرها منذ 1000 عام، يصبح الحديث عن السلمية أمرا غير وارد، لكنه حدث ذات يوم. يومها ترك اليمنيون سلاحهم وهم الذين يأخذونه إلى أي مكان يذهبون إليه، والتحق الجميع بساحة الثورة السلمية مرددين: غير أنه لم يكن نظاما بل كان عصابة، ولهذا كانت ردة فعله قاتلة، ملأ الساحات بالموت قبل أن يرحل إلى حين. فائزة بجائزة نوبل لعام 2011 توكل كرمان للتقدم واستلام الميدالية الذهبية والشهادة. كانت فبراير بدعة في التاريخ اليمني أدهش اليمنيون فيها أنفسهم ووقف لهم العالم إجلالا، فكانت نوبل للسلام تكريما لائقا لهذه اللحظة الذهبية. لم تكن السلمية مجرد شعار، بل كانت لحظة تؤسس لمرحلة جديدة من الثقافة السياسية للبلد، أو هكذا كان يفترض. كان يفترض أن ما بعد فبراير لن يكون كما قبله، وأن التاريخ اليمني قد استدار، ليصبح الصراع السياسي محكوما بأدوات السياسة الحديثة، الشارع وصندوق الأصوات الانتخابية. هذا ما أراده فبراير وثورته ذات يوم، غير أن ذلك كله تبخر في لحظة مباغتة. عاد السلاح والعنف من جديد، مؤكدا أصالته في الحالة السياسية اليمنية، وأن فبراير وسلميتها ليست سوى ومضة خارج السياق. عاد زعيم العصابة قائدا لقطيع جديد من القتلة، عاد ومعه السلاح والموت شعاره الوحيد. ذات صباح سقط البلد من جديد، غدرت السلمية ونشر الموت والخراب من بعد فبراير. كانت المرارة في كل حلق، وكان لابد من فصل جديد في حكاية فبراير، فكانت المقاومة.